السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في لقاء متجدد مع قواعد اللغة العربية، وموضوعنا اليوم عن الأفعال الخمسة. في هذا الدرس سنتعلم عن الأفعال الخمسة، ولدينا هنا مقطع مقطوعة من ديوان الحماسة، وديوان الحماسة ألفها الشاعر العباسي أبو تمام كم طبعا كان في رحلة فتساقطت الثلوج ولم يستطع أن يكمل رحلته وسفره، فاستضافه أناس ووضعوه في المكتبة، كانوا يعرفون أنه شاعر فوضعوه في المكتبة فبدأ يقرأ، يعني جلس عندهم أشهر فبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ، واختار من الكتب التي قرأها مقطوعات معينة استجادها من الشعر ووضعها في ديوان سماه ديوان الحماسة. هذه مقطوعة من هذه المقطوعات التي اختارها أبو تمام، شاعر اسمه الحسين بن مطير، يقول: فيا عجبا للناس يستشرفونني كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي، يقولون لي اصرم يرجع العقل كله، وصرم حبيب النفس أذهب للعقل، ويا عجبا من حب من هو قاتلي كأني أجزيه المودة بالقتل، ومن بينات الحب أن كان أهلها أحب إلى قلبي وعيني من أهلي. فيا عجبا، يستعجب الشاعر للناس، يتعجب من أمر الناس يستشرفونني، يعني ينظرون إلي متفاجئين، الشرف المكان العالي، يستشرفونني يعني يودون أنني موجود في شرف في مكان عالي حتى يستطيعوا أن يتطلعوا علي وأن ينظروا إلي، يستشرفونني كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي، كأنهم في حياتهم كلها ما رأوا محبا، لم يروا قبلي ولا بعدي محبا، مع أنني أنا لم أخترع الحب، لكنهم ينظرون إلي يتعاملون معي كأنني أنا الذي اخترعت هذا الحب. يقولون لصرم يرجع العقل كله، وصرم حبيب النفس أذهب للعقل، لما رأوا كيف أثر الحب على عقله وعلى تصرفاته قالوا له مقترحين: اصرم، يعني ابتعد عنها، انساها، يرجع العقل كله، سيرجع عقلك إليك. طبعا يرجع مجزومة، لماذا؟ لأنها وقعت في جواب الطلب، اصرم يرجع العقل كله، وكأنه قال: اصرم وإن صرمت يرجع العقل كله، وصرم حبيب النفس أذهب للعقل. هم لا يعرفونني جيدا، بالعكس الابتعاد عن الحبيب أذهب للعقل، سيذهب ما بقي لدي من عقل أصلا، إذا كان لدي بقي لدي قليل من العقل، الابتعاد عن الحبيب سيذهب بعقلي كله. ويا عجبا من حب من هو قاتلي، الآن في البيت الأول تعجب من الناس، في هذا البيت يتعجب من نفسه. ويا عجبا من حب من هو قاتلي، كيف أنه يحب الشخص الذي يقتله، كأني أجزيه المودة بالقتل، كأنني أكافئه على قتلي إياي، على قتله إياي بالمودة، وهذا من المقابلة، اسمها في البلاغة المقابلة، أنا أجزيه المودة في المقابل هو يقتلني. ومن بينات الحب أن كان أهلها، من بينات البينة يعني الدليل الواضح، من بينات الحب، من الأدلة على حبي وعلى أن حبي صادق، أن كان أهلها أحب إلي إلى قلبي وعيني من أهلي، أنني أحب أهلها أكثر من حبي لأهلي أنا، وهذا من بينات الحب، من الدلائل على حبي الصادق. طيب، موضوعنا اليوم عن الأفعال الخمسة، سنتحدث عن البيت الأول، وحديثنا عن الكلمة التي انتهى بها صدر البيت الأول، يستشرفونني. أول صورتين من صور الأفعال الخمسة صيغتان: يفعلون وتفعلون، هم يفعلون وأنتم تفعلون، هاتان الصيغتان. الأفعال الخمسة
ليس المقصود أنهم خمسة أفعال لكن خمسة صور، خمسة صور تأتي بها الأفعال الخمسة. إحدى أول هاتين الصورتين يفعلون وتفعلون، يفعلون للغائب وتفعلون للمخاطب. فيا عجبا للناس يستشرفونني، في البيت الثاني يقولون لي اصرم، يستشرفونني ويقولون. أولا كيف نعرف أن هذين الفعلين مضارعين؟ أولا كيف نعرف أنهما فعلان وليس اسمين وليس حرفين؟ واضح أنها ليست أسماء، لأن الأسماء تقبل التنوين. أنت لا تستطيع أن تقول يستشرفونا، لا تستطيع أن تضيف التنوين إلى هذه الكلمات، ولا تستطيع أن تنادي عليها، لا تستطيع أن تقول يا يستشرفون أو يا يقولون. وهذه من علامات الاسم، من علامات الاسم قبول التنوين وقبول النداء، أن تستطيع أن تنادي عليه يا أحمد يا محمد يا طالب يا معلم، لكنك لا تستطيع أن تنادي على الأفعال. إذن هذه أفعال. الآن هل هذه الأفعال مضارعة أم ماضية أم أمر؟ كيف أعرف أن هذا الفعل ليس فعلا ماضيا؟ الأفعال الماضية تقبل تاء التأنيث، ضرب ضربت، لا تستطيع أن تقول يستشرفونت يقولونت، إذن هذا ليس فعلا ماضيا. وليس فعل أمر لأنه لا يدل على معنى طلبي، فعل الأمر فيه طلب، أدرس اقرأ اصرم اصرم، هذا فعل أمر. لكن يقولون يستشرفون ليس فيه معنى الطلب، إذن هذا فعل مضارع. كيف أتأكد أن هذا الفعل فعل مضارع؟ أولا أنه يبدأ بأحرف أنيته، أنيته حرف الياء، كل أحرف كل أفعال المضارعة تبدأ بهذه الأحرف، أحرف أنيته. فهذا هذان الفعلان يبدأان بالياء، يفعلون. ثم أن الفعل المضارع من علامة الفعل المضارع أنه يقبل دخول لم عليها، حرف الجزم لم. تستطيع أن تقول لم يستشرفوا، لم يقولوا، تستطيع أن تقول. إذن هذا فعل أمر. فعل الماضي لا يقبل لم، لا تستطيع أن تقول لم قرأته، لم اقرأ، لكن لم يقرأ نعم. إذن هذان فعلان مضارعان، يستشرفون يقولون. هذا بالنسبة للغائب. لكن إذا أردت أن أخاطب أستعمل تفعلون. فيا عجبا لكم تستشرفونني، تقولون لي اصرم. هل الفعل المضارع معرب أم مبني؟ فعل المضارع الأصل أن الفعل المضارع معرب، نعم هو يبنى في حالتين خاصتين، لكن الأصل القاعدة الأكثرية أنه يكون معربا. طيب، يفترض أن يكون الفعل في الجمل السابقة مرفوعا، فأين الضمة؟ يعني آخر الفعل يستشرفون، النون عليها فتحة، يقولون، النون أيضا عليها فتحة، أين الرفع؟ أين علامة الضم؟ أين الضمة؟ يلعب الباء عليها ضمة، يقرأ عليها ضمة أيضا، أنا أقرأ. حقيقة هذه الأفعال الخمسة اللي الآن تعلمنا فعلين منهما، يفعلون وتفعلون، علامة رفعها ثبوت النون، إن النون موجودة هذه علامة الرفع. يعني يستشرفونني أقول هذا فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأن هنالك حالات هذه النون تحذف، إذا لم يكن مرفوعا تحذف هذه النون، فعلامة رفعه ثبوت النون. يقولون أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن علامة الرفع في هذه الأفعال الأحرف وليس الحركات. نفس الشيء تستشرفون فعل مضارع يبدأ بأحرف أنيته ويقبل دخول لم، لم تستشرفوا، لم تقولوا. تستشرفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن هاتان أول صيغتين، يفعلون وتفعلون. نأتي الآن إلى صيغة أخرى وإلى مقطوعة أخرى من نفس الديوان، ديوان الحماسة.
وقال آخر، قال آخر يعني الشاعر ليس معروفا، وقد كنت أعلو الحب حينا فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، ولم أرى مثلينا خليلي جنابة أشد على رغم العدو تصافيا، خليلين لا نرجو لقاء ولا ترى خليلين إلا يرجوان التلاقيا. قد كنت أعلو الحب حينا فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. هنالك صراع ونزاع بيني وبين الحب، أحيانا أنا أتغلب على الحب فأتناسى وأنشغل بأموري، وأحيانا الحب هو الذي يسيطر علي. طب بالنهاية من الذي فاز؟ هو الذي فاز. كيف نعرف؟ يقول حتى علانية، هو الذي علاني في النهاية، هو الذي انتصر علي. ولم أرى مثلينا خليلي جنابة أشد على رغم العدو تصافيا، على الرغم أننا مبتعدين عن بعضنا البعض، على الرغم من هذا التباعد ولكننا في منتهى التصافي. نعم نحن على جنابة، نحن مبتعدون عن بعضنا البعض على رغم العدو، لأن هنالك أعداء وهنالك متربصون هنالك كاشحون، ولكننا على الرغم من هذا التباعد على أتم ما يمكن أن ترى من التصافي. خليلين، هذا خبر لمبتدأ محذوف، نحن خليلين، نحن خليلين لا نرجو لقاء، يعني نحن يئسنا من أن نلتقي، ولا ترى خليلين إلا يرجوان التلاقي، بخلاف القاعدة، قاعدة كل خليلين يرجوان التلاقي، لديهم رجاء وأمل أن يلتقيا، لكن نحن انقطع الأمل لدينا، لا نرجو لقاء، لدينا يأس من اللقاء. طيب ما أين الفاعل الذي سنتحدث عنه الآن؟ يرجوان، هذه الصيغة الثالثة والرابعة. الآن نحن تعلمنا عن الصورة الأولى والثانية، يفعلون وتفعلون، الآن الصورة الثالثة والرابعة، يفعلان وتفعلان. ولا ترى خليلين إلا يرجوان التلاقيا، يرجوان على وزن يفعلان أو يفعلان، يرجوان وتفعلان أو تفعلان أو تفعلان. لا أراكما يا خليلي إلا ترجوان التلاقيا، الفعل الصورة الموجودة في البيت يرجوان، إذا أردت أن أخاطب أقول لا أراكما يا خليلي إلا ترجوان التلاقيا. طيب يرجوان، كيف أعرف أنه يرجوان فعل مضارع؟ يبدأ بحرف الياء أنيت ويقبل دخول لم، تستطيع أن تقول لم يرجوا، ترجوان نفس الأمر، يبدأ بأحرف فعل أنيت حرف التاء ترجوان، ثم إذا أدخلت لم يقبل دخول لم، تستطيع أن تقول أنتما لم ترجوا، إذن هذا فعل مضارع. هل الفعل المضارع معرب أم مبني؟ أجبنا عن هذا السؤال أنه معرب. طيب يفترض أن يكون الفعل في الجمل السابقة مرفوعا، فأين الضمة؟ يرجواني، النون عليها كسرة، ترجواني، النون أيضا عليها كسرة، فأين علامة الرفع؟ نفس الأمر، أقول علامة الرفع هنا يفعلان وتفعلان، علامة الرفع ليست بالحركات ولكن بالأحرف، بثبوت حرف النون. أقول يرجوان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت حرف النون. كذلك نفس الأمر بالنسبة لترجوان، ترجوان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ ما يلي: الصورة الأولى والثانية يفعلون وتفعلون، الصورة الثانية يفعلان وتفعلان، الصورة الأخيرة تفعلين. إذا عددت هذه الصور تحصل على عدد خمسة: يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، وتفعلين. إذن هذه صور الخمسة، لذلك سميت بالأفعال الخمسة. طيب تستطيع أن تحفظ الأفعال الخمسة عن طريق أن تحفظ هذه الكلمات الخمس: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. الفعلان المجموعة الأولى ينتهون بأون،
يفعلون تفعلون. المجموعة الثانية آن، يفعلان تفعلان. المجموعة الأخيرة إين، تفعلين. هذه طريقة في الحفظ، تستطيع أن تحفظ القاعدة. الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، علامة رفعه ثبوت النون. هذه القاعدة إذن، علامة رفع هذه الأفعال ثبوت النون. طيب، ثبوت النون، إذا تستطيع أن تحفظ القاعدة، أنا لا أفضل ذلك، أنا أفضل أن تحفظ الصور فتثبت في عقلك أكثر. ما هي الأفعال الخمسة؟ تستطيع أن تحفظ القائمة أعلاه، يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، تفعلين. أو تستطيع أن تحفظ القاعدة ومن القاعدة تستنتج، لكن حفظ القواعد، حفظ الأمثلة أهون. أن تحفظ الأمثلة الخمسة، الأوزان الخمسة، حسب رأيي أسهل. وهذا يتعلق بكل شخص منكم، يعني من أراد، من كان أهون بالنسبة له أن يحفظ القاعدة ويطبق فليفعل. القاعدة تقول كالتالي، كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ما حكمه؟ علامة رفعه ثبوت النون. أو تحفظ الأفعال الخمسة، الناس يستشرفون الشاعرة، كيف أعرب هذه الجملة؟ الناس يستشرفون الشاعرة. الناس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، يستشرفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والشاعرة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. الناس مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة الفعلية كلها يستشرفون الشاعرة، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر، فالخبر هنا جملة وليس اسما كلمة مفردة. طيب، نلتقي إن شاء الله تعالى بعد 10 دقائق، انتهى لقاؤنا. بعد 10 دقائق نعود إليكم لنستكمل حديثنا عن الأفعال الخمسة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد هذه الاستراحة. كنا قد تحدثنا في القسم الأول عن الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة، ورأينا حالة الإعراب، حالة الرفع، كيف ترفع الأفعال الخمسة. نتحدث الآن عن جزم الأفعال الخمسة. الأولاد لم يأكلوا طعامهم. لماذا لم تحضروا الدرس؟ لا تتكلما بصوت مرتفع. تجهز الزوجان ولما يسافرا بعده لتستمعي جيدا لشرح المعلم. أحرف الجزم، ما هي أحرف الجزم؟ أربعة أحرف: لم، ولما، لان ناهية. لان ناهية بعكس لان نافية. لان نافية تنفي الخبر، تنفي الحدث، لكن لان ناهية فيها طلب، طلب بعدم الفعل. ولام الأمر، لام الأمر عكس لان ناهية. لان ناهية تنهاك، لام الأمر تأمرك. الأولاد لم يأكلوا طعامهم. يأكلوا فعل مضارع مجزوم لأنه سبق بلم. طيب، ما هي حالة الجزم؟ أين تلاحظون أن الفعل أصلا يأكلون كان، وتعلمنا أن حالة الرفع، علامة الرفع في الأفعال الخمسة ثبوت النون. الآن هذا الفعل مجزوم ينتهي بالواو والألف، لا نرى هنالك حرف النون، لم يأكلوا. إذن علامة جزم الفعل يأكل حذف النون. لماذا لم تحضروا الدرس؟ نفس الأمر، تحضروا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف النون. لا هذه لا الناهية. لا تتكلما بصوت مرتفع. لا تتكلما، لا تفعلان، على وزن تفعلان أو تتفعلان. لا تتكلما بصوت مرتفع. لا تتكلما، الأصل أن الفعل كان مرفوعا بالنون، لا يعني تتكلمان، أنتما تتكلمان. دخلت لا الناهية، جزمت الفعل، علامة الجزم حذف حرف النون، لا تتكلما. تجهز الزوجان ولما يسافرا بعده. في حالة الرفع نقول يسافراني. ماذا حصل الآن؟ حذفنا النون، فأقول يسافرا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. لتستمعي جيدا لشرح المعلم. لتستمعي، الأصل أن الفعل تستمعين، تستمعين علامة الرفع حرف النون. طيب لتستمعي، هذه لام الأمر، فيها أنا آمرها. علامة، ما هي علامة الجزم؟ حذف النون. أقول تستمعي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. إذن هذه حالة الجزم. حالة النصب نفس الشيء، نفس الأمر. ذكرت الأولاد بأن يأكلوا طعامهم. لماذا لن تحضروا الدرس؟ إذن تتكلما بصوت منخفض. إذن يسافرا بعد قليل. أنصتي لشرح المعلم كي تفهمي. من أحرف النصب أن، لن، إذن، كي، هذه كلها أحرف نصب ليست أحرف جزم، لكن صورة الفعل في النصب هي نفس صورته، هي نفس صورته في الجزم. يعني الفعل يأكل مجزوما، قلنا يأكل، لم يأكل. حالة النصب نفس الشيء، لن يأكل، أن يأكل. يأكل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. إذن علامة النصب وعلامة الجزم هي نفسها، نفس الصورة. يأكل، يأكل، يأكل إذا سبق بحرف جزم يكون مجزوما، إذا سبق بحرف نصب يكون منصوبا. علامة النصب والجزم واحدة، حذف حرف النون. لماذا لن تحضروا الدرس؟ تحضروا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ما هي؟ حذف حرف النون. إذن تتكلما، تتكلما فعل مضارع مجزوم منصوب وعلامة نصبه حذف النون. يسافرا بعد قليل، يسافران كان فيها نون، لما نصبت علامة نصبها
حذف النون كي تفهمي تفهمين علامة نصبها حذف حرف النون. هذه القاعدة. إذن القاعدة الأفعال الخمسة علامة رفعها ثبوت النون، علامة جزمها حذف النون، علامة نصبها أيضا هي حذف النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ خمس صور: يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. سنتحدث الآن عن الحرف إذن. إذن بخلاف أن، لن، وكي، هنالك شروط حتى يستطيع هذا الحرف أن ينصب الفعل. ليس كل فعل مضارع موجود بعد إذن يكون منصوبا. قد ترى فعلا مضارعا بعد إذن ولا يكون منصوبا، بل بالعكس يكون مرفوعا. إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. هنالك ثلاثة شروط حتى تستطيع إذن أن تنصب الفعل المضارع. أولا أن تكون في صدر الكلام، أن تكون كلمة إذن في أول الكلام، في أول الجملة. إذا كانت كلمة إذن في وسط الجملة يكون الفعل بعدها مرفوعا. تحدث بصوت، أنت تتحدث بصوت مرتفع، إذن سأسمعك، ما بتقول إذن سأسمعك، لا تنصب الفعل، لأنه إذن موجود في وسط الكلام. حتى تنصب يجب أن تكون في صدر الكلام. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها في المستقبل. لا تستطيع أن، أنا ما يجوز أن يكون الفعل، معنى الفعل في الحاضر أو في الماضي، لا، يجب أن يكون معنى الفعل في المستقبل. وألا يفصل بينهما فاصل غير القسم. إذا فصل بين كلمة إذن وبين الفعل المضارع كلام آخر لا يستطيع أن ينصبه، يكون الفعل مرفوعا. يعني حتى تنصب الفعل المضارع يجب أن يكون إذن بعدها مباشرة الفعل المضارع. إذا كان في كلام آخر في الوسط إذن لا تنصب الفعل المضارع، إلا إذا كان في الوسط قسم. إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، إذن تنصب الفعل المضارع. نعم، إذا كان الفاصل هو القسم ماذا تفعل؟ القسم وكأنه غير، يعني وكأنه غير موجود، وكأنه لا فاصل. إذن الشرط الأول أن تكون في صدر الكلام. إذن تكرما ضيفكما. إذن حرف مبني على السكون وهو حرف الناصب. تكرما فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف حرف النون. ضيفكما، طبعا الفاعل، أين الفاعل هنا؟ تكرما أنتما، الألف، ألف الاثنين، ألف الاثنين هي الفاعل. ضيفكما، ضيف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف ضمير متصل في محل نصب، في محل جر مضاف إليه. ضيفكما. لماذا تكرما منصوب؟ لأنه إذن في أول الكلام. إذا لم تكن في صدر الكلام فلا تنصب الفعل. أنتما كريمان، إذن تكرمان ضيفكما. لاحظ معي، إذن جاءت في وسط الكلام، الفعل بعدها جاء مرفوعا. أنتما مبتدأ، كريمان خبر، إذن حرف نصب مبني على السكون، أو لا، ليس حرف نصب، هنا حرف لا محل له من الإعراب. تكرماني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ضيفكما مفعول به والكاف مضاف إليه. طيب تكرمان لماذا مرفوعة مع أنها سبقت بإذن؟ لأن إذن جاءت في وسط الكلام ولم تأتي في صدر الكلام. إذا جاءت في وسط الكلام ليس بمقدورها أن تنصب الفعل المضارع. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها في المستقبل.
إذن تكرما ضيفكما. هذه الجملة التي كانت معنا، إذن تكرما ضيفكما. تكرما ضيفكما معنى الفعل في المستقبل، أن أقول لكما إذن تكرما ضيفكما، فلذلك تكرما منصوبة. ولكن إذا كان الفعل بعدها في المستقبل، إذا لم يكن في المستقبل فلا تنصبه. إذا كان معنى الفعل ليس في المستقبل لا يكون منصوبا، يكون مرفوعا. إذن تكرمان ضيفكما الآن. الآن هذا ليس كلمة الآن المعنى في الحاضر وليس في المستقبل. أنا لا آمركما أن تكرما في المستقبل، آمركما الآن أن تكرما. لذلك إذن تكرمان ضيفكما الآن. تكرمان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا هو مرفوع مع أنه سبق بإذن؟ لأن معنى الفعل ليس في المستقبل. هذا الشرط الثاني إذن. والشرط الثالث ألا يفصل بينهما فاصل غير القسم. إذن تكرما ضيفكما، بين إذن وبين الفعل ما في فاصل، إذن مباشرة يأتي الفعل تكرما، أو في فاصل ولكن الفاصل هذا كان قسم، القسم لا يؤثر. إذن والله تكرما ضيفكما. والله هذه جملة اعتراضية، قسم لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في النصب. إذن والله تكرما ضيفكما. إذن جاءت في صدر الكلام تكرما المعنى في المستقبل، وجاء في الوسط قسم لا يؤثر. إذن والله تكرما. تكرما أقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف حرف النون. طيب إذا فصل بينهما فاصل غير القسم فلا تنصبه. إذن يوم الجمعة تكرمان ضيفكما. لاحظ إذن تكرمان في الوسط هنالك كلمتان، هاتان الكلمتان ليستا قسما. إذن يوم الجمعة تكرمان ضيفكما. لاحظ معي إذن جاءت في صدر الكلام، ومعنى تكرمان في المستقبل، بتحدث عن يوم الجمعة في المستقبل. لماذا لم يكن منصوبا؟ لأن هنالك فاصل غير القسم بين إذن وبين الفعل المضارع. إذن يوم الجمعة لا أستطيع أن أنصب الفعل الآن. تكرمان ضيفكما. تكرمان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت حرف النون. إذن هذه ثلاثة شروط حتى تستطيع إذن أن تنصب الفعل المضارع. مثال إعرابي: الناس لن يستشرفوا الشاعرة. كيف أعرب هذه الجملة؟ الناس كلمة فيها آل التعريف، معناها إيش هي كلمة في آل التعريف؟ اسم. الأحرف لا تقبل آل التعريف، والأفعال لا تقبل آل التعريف. ما دام هذه الكلمة فيها آل التعريف هي اسم. الاسم مرفوع، معناها شو بده يكون؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لن حرف نصب مبني على السكون. يستشرف بقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والشاعر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. الناس مبتدأ، أين الخبر؟ جملة الفعلية لن يستشرف الشاعر في محل رفع خبر. هذا درسنا، انتهى الموضوع. يعني درس بسيط كما ترون، لا أراه معقدا. لدينا مهمة بسيطة أطلب منكم أن تحلوها. أعرب ما يلي، أعرب ما يلي مع مراعاة ما تعلمناه اليوم من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة: يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. علامة الرفع ثبوت النون، علامة النصب والجزم حذف حرف النون. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لاحظ تفعل الأولى
تفعل الثانية نفس الصورة، لكن الإعراب يختلف. لم تفعلوا، لن تفعلوا. لم حرف جزم، ولن حرف نصب. أنتما لم تقوما بواجبكما، كيف أعرب وتقوما؟ إذن يا يزيد وفاطمة تحضران درسكما، إذن والله تسمعي ما يسرك. طيب في الجملة الثالثة والرابعة عليك أن تتذكر ما قلناه في الدرس اليوم بالنسبة لإذن. إذن في الجملة الثالثة جاءت في أول الكلام، تحضران معنى الفعل في المستقبل لكنه مرفوع ليس منصوبا. لماذا؟ إذن يا يزيد وفاطمة تحضران درسكما، بخلاف المثال الرابع. المثال الرابع تسمعين فعل مضارع من الأحرف الخمسة، الأفعال الخمسة، لكنه يعني محذوف النون. إذن والله تسمعي ما يسرك. لماذا الفعل تسمعي منصوب مع أنه فيه هنالك فاصل؟ أنه الفاصل هو القسم. إذن والله تسمعي ما يسرك. أرجو أن تستمتعوا بحل هذه الأسئلة، أسئلة بسيطة ليست معقدة كما ترون. شكرا لاستماعكم، أرجو أن تكونوا قد استمعتم واستمتعتم، والسلام عليكم ورحمة الله.